فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئاً، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على تقسيم ملكيصادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى، وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل. فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هو ذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي، وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعده. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركته علينا أمين.
الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا، كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك، كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسناً إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئاً من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هاذرا علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلن يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة، وكان لي كثير لأكتبه، ولكنني لست أريد أن أكتب إليكم بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابة: لنرجع ونتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابة يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى ماركوس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ ماركوس وأقلع إلى كبرس، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانياً، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
النهاردة يا حبايبي 14 هاتور، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، أمين. النهاردة يا حبايبي بتحتفل كنيستنا القبطية بعيد نياحة القديس العظيم مارتينوس أسقف ثراكي باليودان. وكان القديس مارتينوس ناسك وعابد ومحب جدا للسيد المسيح، وقاوم أتباع أريوس اللي أفكاره غلط في العقيدة والإيمان فترة كبيرة جدا، علشان كده كانوا عايزين يقتلوه. فراح يا حبايبي قعد في مغارة قريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولما كل الناس عرفت بفضايله وسيرته الحلوة انتخبوه أسقف لمدينة اسمها ثراكي، وفعلا بقى أسقف على المدينة دي، وفضل متمسك بتعاليم الرسل وربنا اداله مواهب حلوة كتيرة. مثلا في مرة يا حبايبي كان في جنازة معدية، وكان في واحد طلب إن الجنازة دي تقف ومنع أهل الميت إنهم يدفنوه، وقال إن الميت ده عليه دين كبير جدا ولازم أهل الميت يدفعوه. فطلب القديس مارتينوس من الإنسان ده إنه يسيب الجنازة تعدي، لكنه رفض. فصلى القديس لربنا علشان يظهر الحقيقة، وفعلا يا حبايبي ربنا سمع لصلاة القديس مارتينوس والميت قام، وبان كذب الإنسان اللي كان بيقول إن في دين كبير عليه. وفي الحال يا حبايبي مات الراجل الظالم، أما الراجل اللي كان ميت رجع لبيته وعاش سنين كتيرة. والقديس مارتينوس بعد ما أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام، بركة صلوات فلتكن معنا، أمين. وكمان الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد الضابط فاروس ومعلميه، بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمه، باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا
ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت من عند الآب، وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانيتان، ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائم.